إن مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة باتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه وما يحب وما يكره. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلقد جبل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على خير الطباع، واختار له أشرف العادات وأحسنها، فهو أكمل الناس وأرفعهم قدرا في جميع شؤونه صلى الله عليه وسلم. ولهذا استحب العلماء التأسي به في جميع أفعاله، حتى ما كان يفعله على وجه العادة والجبلة. في برنامجنا خطى الحبيب سوف نتطرق لكل ما يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونفصل في عدد من الموضوعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها السادة المشاهدين والمشاهدات الكرام في برنامج خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. في هذا البرنامج نخطو خطوات كما كان يخطوها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي يحبها، حتى نحبها كما أحبها عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في الحلقات السابقة أنه كان يحب عددا من الشخصيات من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكنت قد تكلمت عن الخلفاء الراشدين الأربعة وعن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وموعدنا في هذه الحلقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، التي كان يحبها ويميزها بالمحبة عن سائر أزواجه رضي الله عنها وأرضها. لكني أحب أن أقدم بمقدمة مهمة جدا: ما الذي يجعلك تحب فلانا أكثر من محبتك لفلان؟ الناس يتجانسون ويتطابعون، وأقربهم طبعا إليك وأكثرهم إسعادا لك وأكثرهم انسجاما معك، لا شك أنه سيكون له الحظوة في قلبك عن غيره من الناس. فالمحبة في الغالب تقع على شيئين: تقع على ذات الشخص، وتقع على أفعال الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقعت محبته على ذوات جميع أزواجه رضي الله عنهن جميعا، ووقعت محبته على أفعال بعضهن، كما كان يميز خديجة في المحبة رضي الله عنها وأرضاها، وكما كان يميز عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إذ كانت شديدة الاعتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحيانه، لصغر سنها ولبكارتها ولتعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل يحب المرأة التي تتعلق به كأنها ترى أن لا وجود لها في هذه الحياة إلا بوجود هذا الرجل. فكيف إذا كانت هذه المرأة هي عائشة وهذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانت شديدة التعلق به وشديدة الاقتراب منه، وكانت تأخذ منه كل شيء. ولذلك كانت هي أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم عنه كثيرا، كل ما كان يفعل تخبر به الناس، كل ما كانت تسمع منه تخبر به الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يمازحها ويلاطفها ويشاكسها وتشاكسه، وكان قليلا ما يحزنها صلى الله عليه وسلم، وهي ربما يقع منها ما يقع من بعض الزوجات من الإحزان وإيقاع شيء من الأذى لصغر سنها رضي الله عنها وأرضاها. ولكن مع ذلك كانت تحتمل ما لا يحتمله سائر النساء في ذلك الوقت، فكانت تحتمل وجودها مع غيرها رضي الله عنها وأرضاها وهي بنت حديثة السن
عمرها 9 سنين رضي الله عنها وأرضاها، وتحملت ما وقع عليها في حادثة الإفك، وصبرت واحتسبت مع ما كانت ترى من إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبرت واحتسبت، وكانت تحتمل قلة ذات يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فقيرا رضي الله عنه وصلى الله، فكان فقيرا صلى الله عليه وسلم في أحيانا كثيرة، وكانت تصبر على ذلك، وهي قد خرجت من بيت ميسور الحال. أبو بكر الصديق كان عنده أموال أكثر من أموال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك احتملت مرور الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إلا الأسودان، التمر والماء. فكل ذلك لما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان يرى صبرها واحتمالها وانسجامها معه في هذه الحياة الصعبة، وقعت محبته لها رضي الله عنها وأرضاها عن سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلت معكم. كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ ذكرت لكم الأسباب الطبيعية من صبرها واحتمالها واهتمامها بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقها به عليه الصلاة والسلام، وهناك أسباب أخرى وهي أسباب مؤيدة بالوحي. لم يكن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فقط حبا فطريا، إنما كان حبا فطريا دينيا. وسبحان الله، كيف هيأ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تتوافق فطرته مع الوحي. إذ زوجها الله عز وجل في أكثر من خبر للنبي صلى الله عليه وسلم عبر الرؤى والمنامات، والرؤى حق وهي جزء من النبوة كما جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أريتك في المنام 3، أنه سيتزوجها صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا الأمر خير فسيمضيه الله جل وعلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن عائشة رضي الله عنها شريفة النسب وبنت أبي بكر الصديق، وهو أحد وجهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانت بنته صغيرة السن، ومع ذلك كان الناس يتزاحمون لخطبتها. وسبب ذلك وأد البنات الذي كان يحدث في الجاهلية، فلم يبقى من شريفات النسب ولا جميلات المظهر إلا قلة من النساء. عائشة رضي الله عنها كانت تجتمع فيها هاتين الخصلتين، فهي بيضاء ذات وجه مزهر محمر رضي الله عنها وأرضاها، فكان الرجال يرغبون بمثلها، ولكنها صغيرة السن، ومع ذلك أرادوا خطبتها حتى لا تذهب عنهم. فكان قد خطبها بعض الرجال قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتم هذا الأمر إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عزف عنها من خطبها، تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7، ففرح لذلك أبو بكر الصديق فرحا عظيما، أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، والذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه خليلا قد خطب ابنته رضي الله عنها وأرضاها، فزوجها أبو بكر الصديق لنبينا صلى الله عليه وسلم. وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغت 9، ثم بنى بها صلى الله عليه وسلم، فكانت أول بكر يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تزوجها في أوائل من تزوج في المدينة. كلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج خديجة في العهد المكي، ولكنه في العهد النبوي في عهد المدينة كان في أوائل من تزوج عائشة رضي الله عنها وأرضها، وكانت من أحب نسائه إليه.
في غزوة ذات السلاسل جاءه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان يرى من حسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه ما ظن معه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أشد الناس حبا، فجاءه فسأله قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكلام صريح مباشر على غير ما كان يعتاده الناس في ذلك الوقت، قال عائشة، هكذا بالفم المليان كما يقال. ولم يكن الناس قد اعتادوا أن يذكروا أسماء نسائهم، وما كان الناس قد اعتادوا أن يذكروا محبتهم لنسائهم في ذلك العهد الذي كان يظن به أن النساء ليست من الأشياء التي لها قيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص أحب النساء إلي عائشة، فلما سأله عن الرجال قال أبوها. ومن هنا نعلم أن محبة عائشة رضي الله عنها قد اجتمع فيها ثلاثة أشياء: محبة مؤيدة بالوحي، ومحبة فطرية، ومحبته عليه الصلاة والسلام لأبيها، وكل ذلك انسجم في محبته لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه نفحة الطيب من خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين.